السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله. الله يرفع عمرك. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخلع اللي رد عليه حديقته اللي هو المهر اللي دفع عليكم الزوج السلام. اللي احنا جبنا بيه العفش، ولا المهر اللي هو عبارة عن الشبكة، يعني اعمل قيمتها واديله اللي هو رد عليه حديقته. الصداق في مصر، عندنا في مصر، يتمثل في ثلاثة أشياء. يتمثل في الشبكة، الذهب، لأنهم يتفقون على ذلك، ويتمثل أيضا في أثاث البيت الذي يشتريه الزوج، ويتمثل في مؤخر الصداق. هذا عند السواد الأعظم للمصريين، عند أكثر المصريين. لكن لا مانع إذا جاء ساق قال أنا لن أكتب قائمة أثاث وخذ قيمتها، لا بأس. لكن أنت ما دمت مختلعة ترد إليه كل ذلك، لا يصلح أن تأكلي أموال الناس بالباطل، كل يوم تعقد على واحد وتختلع منه وتاخذ فلوس الناس. المهر والقايمة والشك، كل حاجة، كل شيء جابه ياخده. إنما أنت مثلا الآن، هل تتصوري أن شابة من الشباب يفني قدرا من عمره لجمع الصداق، وبعدين يذهب لوحده يعقد عليها، وثاني يوم تقول له مع السلامة أنا لا أريدك، وتأخذ أمواله؟ هذا ظلم. والله في أسباب شرعية يا شيخ، والله كل شيء يظهر. لا، كل ايه عبارة عن حاجتي وحاجته، يبقى أنا برضه أرد له كل شيء جابه. ما دمت أنت مختلعة، إذا وسمناك بأنك مختلعة يختلف ذلك عن وسمنا لك بأنك مطلقة للضرر. الطلاق للضرر له أحكامه، والطلاق والخلع له أحكامه. الطلاق بالضرر للضرر إن ثبت، أثبت الضرر وأنه يستدعي الطلاق، أخذت كل حقوقك كامرأة مطلقة. لكن إذا اختلعت تردين إليه. أي ما لا تكلم مال الناس بالباطل. لا يا بنتي، الله يسلمك، انت كيفان نطرد؟ خلاص، كيفان انك مشتيه؟ هتاخذي ايضا فلوسه؟ حرام عليك.